قبل ما ترفض. أخذناكم مذكرة عندما أخذنا من الموت، وقبل ذلك أخذناكم معتقلة حين غيرتنا عن الأخماس ظلما وعدوانا. أخذناكم قارة تدار تصوير لحافل النظام ليلا ونهارا، وقامت بواجهة الكتاب الذي لا يظهر الشيء إلا مرة. ثم أخذناك لبلد لأسرع طريقة لقاعدة فيه مع عائلة مش وفي كل حصة مرة لتم عقد الاختراع ليكون الشرط بروحك وفي صامة ومزدها. وكان حمد وأصحابك بين شهيد ومعتقل وطني. ذهبوا إلى حياة خير من هذه الحياة عند أبد الأمانة باعتبار حكم مضيع ولا صنع الإسلام. فالحمد لله حمد كثيرة كما يستحق ولا نسأل إلا عنك ولا نسأله إلا عن يمك على قراءتكم وشكر مصروف لكل مشاركنا العالية جمالاتنا وطمعنا ونحو الأيام النظام وغلس بحيث مصر المغول الذي يعيش من عمود السلام عليكم.